بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم، نظمت وزارة الداخلية بحضور سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية استعراضا ميدانيا وجماهيريا بمشاركة عدد من إدارات وزارة الداخلية والفرقة الموسيقية للشرطة وشرطة الخيالة، بالإضافة إلى فرقة الهجانة. وأقيمت الفعالية بسوق الرفاع وسط حضور متميز وجموع غفيرة من المواطنين والمقيمين، معبرين عن تقديرهم لشرطة البحرين وامتنانهم للجهود الأمنية المبذولة من أجل حفظ أمن الوطن وحماية الأرواح والممتلكات. كما أعربوا عن إعجابهم بالعرض المميز ودوره في تعزيز روح المواطنة والولاء لدى أطياف المجتمع.